السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الحبيبات والحبوبات ديالي، مرحبا بكم. دائما أنا كنجيب لكم كل ما هو يفيد المرأة وكل على واللي كيضيف لها على الجمال ديالها واحد الرونق. واليوم إن شاء الله راني غنعطيكم واحد الفيديو حول الفائدة ديال حول الحلبة وصفار البيض. وقبل هذا أنا دائما كنتكلم على الفائدة ديال الأشياء اللي كنستعملها يعني في لي ماسك ديالي. أول حاجة غادي نبدا بصفار البيض. صفار البيض هو من أكثر المنتجات الطبيعية اللي هي كتساعد على تنقية الوجه يعني وتنقية ديال البشرة، وكذلك هي كتخلص من الشوائب الموجودة في الوجه بواحد الطريقة اللي هي جد جد سريعة وسهلا. وكذلك هو صفار البيض هو كيغدي البشرة، ومن خلال صفار البيض وبعض المكونات اللي كنضيفوها واللي هي كذلك موجودة عندنا في المنزل اللي كنحصلوا بها على خلطات مفيدة جدا للبشرة، بحيث أنها كتضاهي المفعول ديال الكريمات اللي كتباع في الأسواق واللي كتكون مرتفعة الثمن. كذلك صفار البيض كيعتبر من كيحتوي صفار البيض على الكثير من الكالسيوم بالنسبة للوجه. هو هذا صفار البيض كيخلص الإنسان، كيخلص يعني البشرة من البكتيريا وكذا من الجراثيم اللي كيتعرض لها الإنسان خلال اليوم بشكل اللي كيكون هو فعال، كما أنه كيحمي البشرة من الجراثيم اللي كتسبب حتى الأضرار والمشاكل المختلفة، وكيخلصها كذلك من الجفاف وكذا من التشققات اللي كتظهر عليها بسبب احد العوامل كعوامل الطقس اللي كتعرض لها، خاصة أنه في فصل الشتاء. ومن الفائدة ديال صفار البيض أنه كذلك كيرطب البشرة وكيوفر لها التغذية العميقة، وكذلك كيخلصها من دوك لي طاش نواغ اللي كيكونوا على الوجه، اللي هي البقع الداكنة اللي كتكون كتنتشر في مختلف انحاء ديال الوجه. كل ما كان كيكون في واحد النقيطة اللي كتكون سيتون طاش كذلك، وذاك بالمفعول ديال هاد البيض والمكون اللي غتكون معاه ملي كيتم التقشير كيبدا داكشي كيحيد بشويه بشويه. كما قلت لكم انه كيستخدم كذلك كمقشر، لانه كيحيد لابو مورت من من من, من الوجه. وكذلك حتى الاشياء اللي كدوك القشيرات اللي كيكونوا عندنا في الوجه بالاخص في المنطقه ديال جهه الانف اللي عنده لابو كي ان بو ساش يعني ناشفه، كما انه كيعالج السداد المسمات البشره اللي كتؤدي الى تراكمات ديال الزيوت والاوساخ في البشره، من اللي هذا اللي كيخلي ظهور حب الشباب. كما انه صفار البيض يفيد في التقليل من الزيوت والدهون التي تميزها البشره، وباش نتخلصوا منها لازم اننا نتبعوا دائما تغذيه دائما بصفار البيض اللي كيكون فيه بزاف تاع الخلطات. انما اليوم انا غندير لكم مع الحلبه، وكما انه هو كيخلص الوجه كذلك من التجاعيد واللي كتظهر مع تقدم العمر، وفي بعض الاحيان كيكون الانسان مازال باقي صغير، ولكن بما ان البشره ديالو ما كيغديهاش او فيها يعني مرض ما كانها تكون لابوساج ولا لابو كتكون تري سونسيبل، دونك هذا ما كيخلي البشره انها كتضرر وكترجع كذلك كترجع كتاثر كتولي فيها لغيد. وكما كتعرفوا فوائد الحلبه راها تقريبا الفوائد ديالها جايبين البيض، ولكن حاجه واحده اللي نزيدها على الحلبه انها كتصفي بزاف 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 البشره وكتحيد حتى الكلف.
خص غير لو سويفي دائما تبعو، ما ديروش حاجه ما تقولوش درناها 15 يوم وما بقات كي ما بقى كيدير لينا والو. لو ماسك ديال البيض بالحلبه يمكن لك ديريه 3 فوا باغ سيمين، انما لو غوماج ديريه اون فوا باغ سيمين باش البشره ديالك كتبان. دونك الى اللقاء، نتلاقاو معكم باش نوريكم لو ماسك ديال الحلبه مع البيض. الى الملتقى. اهلا وسهلا حبيباتي، صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الافراح والمسرات، دائما معكم لولا. اهلا وسهلا البنات الغزالات الفنات الحبوبات، صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الافراح، دائما معكم مع الجديد، مع الوصفات، ودائما مع الجمال. دائما لولا كتجيب لكم دائما مع الجديد وكل ما هو اللي كيرجع على الجمال ديال المراه بالفائده والاستفاده. اليوم ان شاء الله راني غادي نعطيكم واحد الوصفه اللي فريمون انا مجرباها يعني في عديد من المرات من زمان، وانا دائما كنديرها، وهي وصفه ديال الحلبه مطحونه مع البيض. وإليكم هذه الوصفة، وياريت أنكم تتبعوها. إلى عجبكم الكونتوني ديال الصفحة ديالي، ما تنسوش أنكم تدعموني بلايك ولا ديسلايك ليهم. دائما أنا كنحترم الآراء ديالكم اللي كتكون سواء سلبيه ولا ايجابيه. اكيد بعد التحليل ديالي غادي تكون في المصلحه ديالي. دونك الى الملتقى مع هاد الوصفه ديال الحلبه. حبوباتي، الاحتياجات ديالنا بها هي الحلبه. انا مخليها شي شويه، ما طحنتليش بزاف، ولكن بغيتها انها ما تكونش بزاف مطحونه باش انني يمكن ليا لو طون اللي كندير بها لو ماسك، يمكن ليا انني كذلك ندير بها غوماج. دونك الفائده الحاجه ديالنا بتقريبا واحد المعلقه ديال الحلبه، وكذلك كنزيد على معلقه ديال الحلبه، كنزيد عليهم دائما واحد المعلقه صغيره ديال الطحينه ديال زريعه الكتان. وكما كتعرفوا بان المنافع ديال زريعه الكتان راه دائما كنت كنشاركها معكم، راني شاركت معكم بزاف لي ماسك، ومن ضمنهم هذه ديال زريعه الكتان. كذلك غادي نزيد واحد المعلقه ديال الشوفان. اللي ما عندوش الشوفان وما عندوش موجود، ما عليه الا انه يدير معلقه ديال صغيره ديال النشا. وكذا كذلك الحاجه ديالنا، كذلك بواحد صفر ديال البيض، يعني لو جون دان نوف. ها هو. اذا كنبداو نخلطو حتى انه هذا الخليط كيتجانس. فوالا، وكنعملوه على الوجه، وانا غادي نشارك معكم طريقه ديال الاستعمال ديالو. نبداو على بركه الله. اذا ها هو الخليط اللي حصلنا عليه. اذا ها هو الخليط اللي حصلنا عليه، ها هو. من الممكن بعض السيدات الى درتو النشا في بلاصه النشا في بلاصه يعني الشوفان، يمكن انه يشرب لكم. الى شرب لكم زيدوا واحد معلقه صغيره ديال الحليب اللي هو سائل، ونبداو على بركه الله. كنطاليو بطريقه دائريه
بالنسبه واحد النصيحه راني غادي نعطيها لكم، كاينين البنات اللي كتقول انا ملي كندير الحلبه كتبقى ليا الريحه في الوجه ديالي بزاف. اليكم هذه النصيحه اللي غادي نديرها يعني قدامكم، كتاخذوا نيمبورط كال كريم اللي هي عاديه، نيمبورط كال كريم كتديروا بها الحجبان ديالكم، خاص الشعر يسوفي غير الشعر، غير الشعر، غير الشعر، ما توصلوش يعني ما تلصقش فيه ريحه تاع الحلبه. دونك راه ما كتبقاش، كديروا الجوانب هكا، ديروا جوانب هكا، ومن هنا راه ما كتبقاش الريحه. نابورت كل كريم ايدغاتونت كيف ما كانت، ولو اتكون تكون من نوعيه ديال الكريم اللي كتكون في السوق رخيصه رخيصه بزاف لا يهم. اذا قلت راه سمعتوا الفائده ديال صفار البيض على الوجه وعلى التجاعيد اللي كتبان على مرور الزمن. من الاحسن انه الانسان يعالج دائما، يعالج ماشي حتى انه يبانو دوك لي بتي غيدير، من الاحسن قبل. عندي واحد النقطة اللي كنت قريتها حول البشرة وكيفاش انها تكون دائما بشرة اللي هي جميلة، هي انه الانسان لازم الاج دو 25 عام، ابتداء من سن 25 سنة لازم الانسان انه يكون كيعالج البشرة ديالو، ما يخليش حتى الانسان يكمل 45 سنة عاد جلس كيبحث على شيء اللي غادي يفيد ليه الوجه ديالو. الانسان دان تري جوناج انه يحاول ما امكن انه يحاول انه يصحح من الاخطاء اللي كتكون في الوجه ديالو. كان لبتيطاج، كاين لبتي غوسور اللي كيكونوا صغيور ما كيبانوش، انما ملي كيدخل فصل الصيف كيزيدوا كيظهروا. من الاحسن انه الانسان يبروتيجي، قال لك الانسان دائما الوقايه من اي شيء في الحياه الا وانه كيؤدي الى نتيجه اللي هي كتكون مربحه بطبيعه الحال، مربحه حتى للانسان. هنا عندنا هاد لي كوتي هنا سورتو بور لي فام، هنا هاد لو كوتي هذا اللي اكثريتو كيبانو فيهم لي بيتي ريدول. وكاين هناك نوعيه من الشابات اللي كيكونوا مازال في سن صغيره وكيبانوا عندهم هاد لي بيتي ريدول، ولا هاد هنا كيكونوا دي ريد دو غريماس. لي ريد دو غريماس كتكون فتات مازال صغيره، هاد لي غريماس سوا كتكون لا غريماس ديال الشمس، ولا كتكون هي مولفه دائما دير هكا كيلو عندها ان غيد قبل الوسط مطراسي. دونك من الاحسن انه الانسان يعالج ويحاول انه يتفادى داك الكريماس اللي كان كيكون كيدير هنا كيدير في يعني في الوجه ديالو. وكذلك بالنسبه للبنات يعني اللي عندهم هنا هاد هنا الوسط، هاد الافتحه ديال الكريماس ديال لو فيزاج، دائما ملي تكونوا كديروا اون كريم ايدغاتونت ولا كريم اونتي ريد، كريم دي سوار، نيمبورط كال كريم ولا زيوت، دائما اسيد فو ريلاكسي يعني تكونوا مرتاحين وهادئين وكتبقاو انكم بالاصابع ديالكم، بالاصابع نتوما كتطلعوا هكا وانتوما مرتاحين، كديروا ان ماساج على دوك لي تخي اللي كيكونوا كذا من هنايا. دونك انا غادي من مورا هاد لو ماسك اللي غنخليه ا بو بري ا 20 مينوت،
وان شاء الله راني نتلاقى معكم بعد ما غادي نغسلو. بعد ما غنغسلو غنعطيكم لاستوس اللي كندير من مورا الكريم، من مورا لو ماسك ديال الحلبه، باش ما كتبقاش فيه كومبليتوم الريحه. والى المنتقى ديال 21 دقيقه. انا دابا من بعد ما كنقدرش نتكلم لانه كرم لي على وجهي. من بعد ما كرم لي دازت 20 دقيقه راه كيولي قاصح قاصح، ولكن من الممكن انكم ديروا امتي غوماج ترو ليجي، غوماج خفيف بحال هكا. طبيعة الحال غادي تكونوا قدام شي لافابو باش داكشي اللي كيطيح. غوماج خفيف راه ما كاين، ماشي غوماج حرش، غوماج هو رطب فوالا. ومن بعد ما غنحرتب هذا الشيء راه ما كيجيش القماش حرش. فوالا راني نغسل وبعد نتلاقى معكم. دوزيام قماش اللي غادي ندير ان شاء الله، اللي هو ضروري خصني نديرو من مورا لو ماسك اللي كتكون ديال الحلبه، هو انني كناخد تفل ديال القهوه، تخا ديال القهوه بعد ما كنكون طيبتها وبقى لي داك الوسطيك اللي كيدير في القطاره ديال القهوه عاديه اللي كتكون فوق البوطه. القطاره كتبقى بحال هكا ناشفه. سينو اللي ما عندوش يدير معلقه ديال القهوه اللي كتكون ديجا جديده، لكن انا هاد القهوه كنزيد عليها تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الحامض، وكنخلط هاد الشيء افيك ان جيل شي شويه تقريبا واحد معلقه صغيره ديال لو جيل دو فيزاج بيان سور اللي كيكون دو بون مارك. ومن بعد راني نخلط هاد القهوه. راني فايته درت لكم لو ماسك ديال التفل ديال التخا ديال القهوه والفائده ديالو على الوجه كذلك على اليدين، وكذلك راه جد مفيد حتى لو كور بوغ لا سيلوليت. ضروري انكم مورا لو ماسك ديال الحلبه انكم ديروا لو ماسك ديال تفل القهوه تاتكم باش المكونات. بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو ترو سيش ما بغاوش يديروا الحامض ما ديروش. انا عندي البو تري نورمال، ولكن دائما من مورا انا سواء لو غوماج او بيان لو ماسك كندير دائما قطره ديال الزيت ديال الارغان. بيان سور هو زيت ارغان اللي كيكون خاص للتجميل، وكندير كذلك بعض القطرات ديال الزيت ديال زيت ديال اللوز. وكذلك اليوم غنشارك معكم الزيت، كذلك غادي نضيف حتى الزيت ديال لا فيتامين او. دونك فوالا انا غنخلي هاد لو ماسك هكا تقريبا واحد ان كار دور افا مينوت. وكذلك ما تنساوش اللي كيشات لكم ما تنساوش انه ديروا حتى ليديكم، راه الفائده راه كتبان سو بلاص ملي كديروا لو كوماج ديال القهوه، راه كتبان الفائده سو بلاص كتبان على اليدين. كذلك الا كنتو جالسين وعندكم الوقت يعني ساليتو من الشقاء وما بقى تبعكم حتى شي حاجه حتى رجيلات الفوق ديال الرجلين والتحت والجناب، ديروا القماش هكا بالقهوه وتخليو فرجيلاتكم شي شويه حتى انه الفعاليه ديال داك الكافيين يعني تعطي الفائده ديالها. ومن بعد عاد غسلوا رجيلاتكم بيان سور من بعد ما كديروا يعني ان غوماج اللي كيكون بحال هكا طريقه دائريه هكا تتبقاو تدورو تخشيو الصباع. وكذلك هنا
وعاد هنا سي موسون لانني كنت درت فيه داك لو ان بو جيل ديال لو فيزاج سي موسون بالنسبه ل وانا كان فروتي بالا لو كوماج سا في كدير هكا وانتي طريقه دائريه وانتي طالعه كتركزي على هنا وترجعي خفيفه وتعاودي توركي وتطلعي وترجعي خفيفه هكا توركي وانتي طالعه وانزلي خفيفه خمسه ديال المرات وانتي ديريها فوالا هكا وعاد وانتي طالعه بطريقه دائريه كتبداي من هنا كتطلعي حتى لهنا وتوقفي هنا هكا طلعي حتى لهنا وقفي هكا طلعي حتى لهنا وقفي فوالا 5 فوا وانتي كديريها عاد هاد الجوانب ديال لو كونتور ديال الفم بارفوا كيوليو دي طاش هنا نوار مي سا باس افيك لو طون الانسان الا كان كيعالج اكيد غتكون نتيجة هانتوما اللي دويت لكم على هاد لي فوالا هنا هاد العلامات وانا جو سو اون طران دو غومي يعني كنغومي وفي نفس الوقت كنورك ما كنوركش بزاف يعني يعني لونتومون وحتى سوانيوزومون وانتي كترجعي هنا فوالا هكا هكا نتوما كتمشيو بطريقه دائريه وعمركم ما ديروا لو كوماج وانتوما كتنزلوا هكا دائما كنطلع نمشي هكا فوالا راني كنخلع بهذا الكوماج ولكن ما نغسلو اكيد كتبان النتيجه وكذا عتا على اليدين دونك الى الملتقى من هنا واحد تقريبا 20 مينوت ان كار دوغ فوالا راني غسلت وجهي هانتوما كتشوفوا النتيجه كتكون رائعه 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 جدا وراه الريحه ما كتبقاش البنات الرائحه كتحيد دونك دابا دائما انا كنقول لكم بان لانني كندير فوالا كندير اون دو غوت تقريبا ديال الزيت ديال فيتامين او كذلك واحد ثلاثه رشيطات صغيورين ديال الزيت عفوا راني عمرت التريكو ديالي قطرات قليله من الفيتامين من زيت اللوز دونك هاد ثلاثه د زيت لا فيتامين او زيت ارغان زيت اللوز وكذا كنبدا انني كنايطالي على الوجه ديالي دونك كنبدا الاماكن اللي كنت حكرت لكم عليهم اللي عندهم كاين اللي عندهم لي طاش عندهم لي هادو لي غي دو غريماس ديال الشمش ولا هما واحد الحركه كيديروها دائما كيولفوا بحال مغوشين دونك فوالا كندير دائره العينين توجور لا فيتامين او لا فيتامين او راه غزاله 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 للوجه نعاود نزيدها انا كتعجبني لا فيتامين او وكذا كتعجبني زيت اللوز هو بزاف عنده فائده على الوجه فوالا دونك كنبقى هكا كنماسي راه كنت وريتكم كيفاش انني نماسي الوجه ديالي ماشي ما فيها باس الا بقى لكم في يديكم انكم حتى الشهر ماشي ما فيه مضره والو زيت اركان زيت اللوز ولا فيتامين او وحتى اليدين هانتوما راني درت هانتوما كيبان لكم
شفتو كي القهوه كيفاش كترجع لي الدين غزالين حتى في النظره، اوموا كيكونوا زويونين. دونك فوالا ما نقول لكمش الرطبيه كيفاش انه وجهي. الحبيبات ديالي الغزالات ديالي، غنخليكم دابا الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر. بطبيعه الحال دائما مع الجمال ودائما مع الوصفات اللي كتكون جميله واللي كترجع بالنفع. وانا دائما ما كنشارك معكم شي حاجه الا وانني كنكون ديجا كنت كنديرها الوجه ديالي. دائما انا دائما عزيز عليا انني كنغذي البشره ديالي، ودائما عندي بحث، دائما كنبحث باش كنزيد كنفيد نفسي وكنبغي نفيدكم معايا. الى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. الى ان شاء الله، باي.